إنه نقل عن عبد العزيز بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام المهدي يعيد للإسلام عزه، إنه شرف المسلمين، هو الوجه المشرق النقي للمسلمين، هو هدف كراهية المنافقين. تأمل: هو هدف كراهية المنافقين، تلك أحد صفات المهدي، هو أحد وسائل تدمير الكافرين. بالطبع سيصل لذلك بالحكمة والعلم. أصول الكافي ثقة الإسلام الكليني، مجلد 1، صفحة 281.